بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كان عندي ظروف انا من الخميس بتمنعني ان انا اتفرج على ماتش برشلونه، لان كان عندي ماتش تاني يوم الساعه 9 الصبح، فكان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي ان انا اتفرج على برشلونه نابولي. بس اللي سمعت ان برشلونه عمل جيم عظيم جدا، وبرشلونه عارف ان هو يطلع كسبان المباراه 4-2. برشلونه قدم سيمفونيه في مباراه نابولي زي ما سمعت، وبصراحه لما اتفرجت على الاهداف كانت اهداف جميله جدا، وبالذات هدف فرانك ديونج. بس النهارده لما لقيت فرانك ديونج قاعد دكه بصراحه استغربت شويه، لان شايف ان لسه فكره تشافي حوالين برشلونه الاسباني قوي الكتالوني قوي لسه سايده، لسه فكره جافي بدور له على مكان جوه الملعب باي طريقه، لسه فكره ان انا ادام تراوري وفيران توريس على طرف وده على طرف واحط وسطيهم بيير امريك اوباميانج. بس بيير امريك اوباميانج وصل لك رساله اتمنى تكون فهمتها، الخبرات الايجابيه بتفرق عن الخبرات السلبيه. ايه بقى الخبرات الايجابيه؟ اوباميانج بيعرف يجيب اجوان، اوباميانج مش زي زمان بيقدر ياخد سبرنتات وبيعدي واحد على واحد كتير، اوباميانج فرصه خلص الماتش بالنسبه لك بقى سهل، دي خبرات ايجابيه. انما خبرات سلبيه زي عمه بوسكيتس، زي عمه بيكي واللي بيقدموه بقى لهم سنين في برشلونه، دي خبرات سلبيه مش عارفين يشيلوا فريق. بيير امريك اوباميانج بقى بيشيل فريق، بيير امريك اوباميانج ماشي بمنحنى تصاعدي عالي جدا، وبصراحه الفرقه كلها بمنحنى تصاعدي من ساعه ماتش اتلتيكو مدريد كنا بنتكلم ان الفرقه دي محتاجه ماتش كبير تكسبه علشان خاطر الدنيا تبدا ان هي تبيض شويه بالنسبه للفريق، اللي هو الفرقه تاخد ثقه شويه، الفرقه دي محتاجه ثقه مع شويه عدم عنصريه في مراكز اللعيبه، مع شويه احترام للعيبه الاجانب شويه. احترام لفرانك ديونج والمجهود اللي بيقدمه فرانك ديونج. فرانك ديونج ما ينفعش انك تقعد تجامل عيل صغير عنده 17 سنه تجامله على حسابه. فرانك ديونج بيتحمل عك كتير في برشلونه بقاله سنين، لدرجه انكم نسيتوا ان هو اساسا دي ام اف، نسيتوا ان هو ديفندر، بتعاملوه معامله اللعيب اللي بيلعب ناحيه الشمال والولد بيحاول بس على قد امكانياته بيلعبها، هو مش بتاعته بس على قد ما يقدر بيحاول. انما انت مع جافي بتلعب لجافي ساعات ديفندر، بتلعب لجافي ناحيه الشمال، بتلعب لجافي ناحيه اليمين، لدرجه انك بقيت بتلعب بجافي جناح. كل ده عشان هو مجرد ولد اسباني صغير وانتم شايفين ان هو موهبه. الموهبه بقى حضرتك هي عوده بدري. عوده بدري فرقت جدا 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 للصبح معاك في مستوى برشلونه في نص الملعب. الدنيا مع بدري بينت لك انك جافي كنت مطلعه السما على الفاضي. بدري من ساعه ما رجع وتطوره الهجومي حاجة آخر عظمة، بسم الله ما شاء الله بيقدم جمال في الملعب. بيدري بيقدم أداء مميز جدا. أداء تراوري وفيران توريس مع احترامي ليهم، عثمان ديمبيلي في حالته البدنية الجاهزة أفضل من الاتنين بمراحل. بس هما طبعا عندهم بلس عند ديمبيلي إن هما إسبان، والصحافة الإسبانية بتساند فيران توريس مهما عمل، والصحافة الإسبانية بتقلل من شأن عثمان ديمبيلي مهما عمل. يعني عثمان ديمبيلي دايما لما يبقى مان أوف ذا ماتش تلاقي جمهور برشلونه والناس المواليين لاعلام برشلونه بيتكلم على عثمان ديمبيلي بطريقه سيئه. ليه يا حبيبي؟ لان عثمان ديمبيلي مش عايز يجدد. عثمان ديمبيلي بيشوف ايه كويس من الاعلام او بيشوف ايه كويس من النادي نفسه علشان خاطر يجدد. يعني انا بالنسبه لي صفقه الموسم بالنسبه لي ان انا عثمان ديمبيلي اتعامل معاه بدنيا بطريقه كويسه، اقوي له عضلاته، اشتغل معاه برنامج علاجي لجسم عثمان ديمبيلي علشان يفضل اغلب الوقت جاهز بدنيا، افضل بكتير من ان انا اروح ابيع الوهم للجمهور واقول لهم ان انا هجيب هالاند. انا مش هجيب هالاند، انا ما معيش فلوس اجيب ان انا اجيب هالاند. انا مشروعي كله حوالين ان مبابي رايح ريال مدريد وانا هروح اجيب هالاند، دي افتكاسه لابورتو بيحاول يقنع الجمهور بيها. انا مشروعي الحقيقي انك تحاول تحافظ لي على عثمان ديمبلي، وتحاول تحافظ لي على ممفيس ديباي. ممفيس ديباي اللي هو حتى الان هداف الفريق الاول، يعني ممفيس ديباي هداف الفرقه، يعني ما تصدقش انت الكلام بتاع ان ممفيس ديباي مستواه متراجع او ممفيس ديباي مش قادر. لا، ممفيس ديباي هداف الفرقه، فانت عايز تمشي ممفيس ديباي علشان خاطر بير بدا ان هو يديك ثقه. طب ما تلعب ممفيس ناحيه الشمال بدل ما انت بتعوق كتير ناحيه الشمال. لا معلش، الشمال في ادامة ترابل وادامة اسباني، بلاش الفكره دي، بلاش فكره منتخب اسباني. نرجع لبرشلونه متعدد الجنسيات هنلاقي ان برشلونه بتقدم اداء جميل. دانيال الفيش من ساعه ما جه ظبط لك الناحيه اليمين. سيرجينو ديست النهارده باك شمال ما كانتش فكره فاشله لان كومان جربوا فيها، وسيرجينو ديست لما بيحس بشويه ثقه بيأدي اداء كويس. مع الثقه العاليه اللي بدات تيجي للفرقه فسيرجينو ديست بدات ترجع له حته الثقه فبدا يأدي كويس. برشلونه الشوط الاول كان كويس جدا، كان ناقص التسجيل. بتيجي هنا بقى دور الخبرات الايجابيه بتاع بيير امريك اوباميانج. كره مردوده من يوناي سيمون سجلها هدف اول
عمل احتفاله جميل جدا طبعا، وبدا ان هو يسهلك المباراه. الشوط الثاني لقينا ان بيير امريك اوباميانج برضه مستمر بس بيقدم اداء كويس، بس خلاص بقى الموضوع السن، الموضوع ان هو مش هيبقى قادر يكمل المباراه كلها بنفس النسق، فلا احنا محتاجين ان احنا نعمل تغييرات. اول تغييره فرانك ديونج مكان جافي، الحمد لله على السلامه، اخيرا فهمت الدنيا بالنسبه للمباراه بدات تمشي ازاي. فرانك ديونج لما نزل بدا يحرك نص الملعب شويه، بدانا نشوف ان الفرقه بدات ان هي تقدم اداء كويس. عثمان ديمبلي نزل مكان فيران توريس الغير موفق واللي ما جاش النهارده، وعثمان ديمبلي راح مسجل هدف اول ما نزل على طول علشان خاطر يخلص لك المباراه بدري بدري. بعدها نزلت ممفيس دبي في الدقيقه 82 مكان اداما تراوري، حلوه قوي حته انك ممفيس دبي دي خليك ناحيه شمال كويس قوي، ابوس ايدك افكر فيها، فكر في ممفيس دبي شمال وفكر في عثمان ديمبلي يمين، وفكر جدا في حوار بيير امريك اوباميانج مهاجم ده. هم دول 4-3-3، ويا سلام بقى لو فكرت انك تحط نيكولاس جونزاليس اللي انت نزلته مكان بوسكيتس ديفندر، بما انك عايز اي ديفندر يكون اسباني والسلام، حط يا عم نيكولاس جونزاليس ديفندر وحط على شماله فرانك ديونج وعلى يمينه بدري، وهتلاقي نص ملعب شغال جدا، نص ملعب هيكون جميل، وفي اتنين اسبان يعني شغالين زي الفل. مش هطلب منك حاجات، استغفر الله العظيم، انك تحط لي فرانك ديونج سته وتحط لي ده طرف وده، بص اعمل كل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ما تجاملش جافي، مش قد المنافسه يبقى استنى شويه في اللمسيه، انما هو مش حاضر وعايز تديله بعافيه علشان الجمهور لازم يبلعه عافيه، مش لازم والنبي، عشان الموضوع مش مستاهل اساسا. لوك دي يونج نزل مكان بيير امريك اوباميانج في الدقيقه 86، ولوك دي يونج بسم الله ما شاء الله في الكره العاليه فعلا صدقت نبوءه الاسطوره رونالدو كومان لما كان بيقول لك ان هو افضل من نيمار في الكره العاليه. لوك دي يونج مع الثقه اللي بدات ترجع للجميع بدا يبان ان هو مش السيء قوي اللي كان بيتباع لنا بيه الماتشات اللي فاتت، لان الفتره بتاع الفراغ اللي كان موجود عليها الفرقه كانت مخليه كل اللعيبه بره المستوى، انما رجوع الثقه بدا يرجع كل العناصر اللي كانت فرديه عاليه جدا بس تايهه جوه المجموعه. عشان كده هفضل اقول دايما ان ماتش اتلتيكو مدريد كان نقطه حاسمه في الجيل ده، الجيل ده كان محتاج شويه ثقه مع شويه عدل وانصاف للعيبه شويه. الثقه رجعت، اتمنى ان العدل والانصاف يرجع لبرشلونه تاني عشان نرجع نتفرج على برشلونه بيقدم اداء جميل. برشلونه رجع يقدم اداء جميل، بس نتمنى ان احنا نرجع نقدم اداء جميل تاني في الماتشات الكبيره. نتمنى ان برشلونه يقدر ياخد الدوري الاوروبي، نتمنى برشلونه يكمل بالنسق العالي ده. انك تيجي متاخر في الدوري احسن بكتير قوي انك ما تجيش، وانا مش فارق معايا اخد الدوري، انا فارق معايا ان انا احس ان انا السنه دي عملت حاجه، وانا حاسس ان انا السنه دي قدرت اعمل فرقه محترمه من لا شيء، ودي حاجه تحسب لتشافي. مهما اختلفنا او اتفقنا معاه لازم نقول ان الراجل ده رجع روح برشلونه فعلا، هو لابورت مهما كان لابورت كذاب، مهما كان لابورت بيقول كلام وما بينفذوش، بس تشافي ولابورت للامانه عرفوا يعملوا فريق محترم بامكانيات معدومه ماديا، فدي حاجه يستحقوا عليها التقدير ويستحقوا عليها الاحترام مني كمشجع برشلونه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده رايي في المباراه، لو انت ليك راي مختلف عادي جدا.